بصراحة خلينا نحكي بصراحة، لأن احنا أمام مفصل تاريخي توثق الأشياء. هل الإطار التنسيقي بريء من إقالة الحلبوسي كبراءة الذئب من دم يوسف، أم أن الأخوة السنة التكتلات السنية هي التي أطاحت به؟ وثقها حقيقة للتاريخ. لا، هو هناك حديث كان حول إسقاط الحلبوسي، مو اليوم. احنا خلينا نذكر من آذار كان هناك حديث جدي أن هناك مسعى لإسقاط الحلبوسي. النتيجة النهائية تحقق هذا الأمر، سواء تحقق بالصدفة من خلال طريق المحكمة أو لكنه بالتأكيد إطار التنسيق لا أعتقد أنه يغفر لمحمد الحلبوسي انضمامه إلى السيد الصدر بالنتيجة النهائية. احنا أمام تحدي جديد بشكل آخر مختلف. يعني بعد إقالة السيد الحلبوسي أكو تحدي من نوع آخر، وهو أنه أنت لما تجي تقيل رئيس أكبر كتلة موجودة، أكو حنث باليمين، أكو تأخر بعملية انتخاب رئيس مجلس النواب، عندك انتخابات محلية، قواعد جماهيرية تنتظر. كل هذا الوضع ممكن أن يلقي بظلاله على بالذات المجتمع السعودي، خلي أقول بالأنبار. لا، شوف، التعاطف الشعبي، هو لا شك أنه هناك تعاطف شعبي كبير بعد محاولة الإقالة، لكنه في التفسير النفسي للجمهور والآخر، هذا التعاطف إلى كم يستمر؟ النتيجة سيستمر شهر أكثر إلى آخره، ثم ينفض المناصر من حوله، يعني أمر طبيعي. أيضا السيد محمد الحلبوسي فقد أهم ركائز قوته وهو منصب رئيس البرلمان، وبالتالي يعني بمعنى هل يستطيع أن يؤثر؟ لكن لم يفقد قاعدته الجماهيرية للإنصاف. أنا أقول، لم أقول أنه فقد قاعدة الجمهورية، لكنه شوف، معظم الطبقة السياسية أتت قوتهم من السلطة. حينما يفقد السلطة، وهذا بالمشهد السني أكثر وضوحا، حينما تفقد السلطة تفقد الرمزية. طيب، يبقى تأثير محدود، يعني مو محدود، يعني أنه سيكتشف، بمعنى هل يستطيع الحلبوسي أن يديم عناصر قوته بنفس المقدرة حينما كان منصب رئيس البرلمان؟ بالتأكيد كلا. أيضا هل قبضته الحديدية على أتباعه ومناصره ستكون بنفس القوة اللي هو في منصب رئيس البرلمان؟ بالتأكيد كلا. طيب.